شارك حال شباب، معكم شركيه شركه كيا، جالكم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم راح نلعب مع بعض ماب تاون ريماسترد اللي هو جزء من ماب ترانزيت. راح نلعبها على البي سي لكول اوف ديوتي بلاك اوب 3 الكوستم ماب. اللي ما يعرفش الكوستم ماب اللي هو ناس يسووا مابات وبس فينك تلعبها على البي سي، للاسف مو موجود على الكونسول. ففي مليان مابات، في بيريد، في كول اوف ذا ديد، في كل شيء مابات ناس عاملينها ومنزلينها ككوستم ماب على البلاك اوب 3. فراح نلعب على البي سي اللي عم تلو استعراض امس ولا قبل امس حسب ما تقعدين تشوفوا الفيديو، اللي هو لابتوب مونستر توبلر تي 5 فيرجن 15. اذا بدك تشوف التفاصيل كلها عن اللابتوب شيك الفيديو اللي بالوصف، بس الفيديو اليوم راح تشوف الوضوح والرسومات وكل شيء من اللابتوب نفسه. فيلا خلينا نبدا. طيب شباب، قبل ان نفوت، انا هلا حساب ليفلي واحد، ما العب فيه الا لما اصور كوستم ماب اللي هو صورته مرتين، مره موب اوف ذا ديد ريماسترد ومره بارد. ف بس عندي كود بوينتس ما ادري من وين يجوا. راح نفوت نشتري بهال 200 بس 3 ليكويد دفينيوم ونستعملهم، لان حسب ما سمعت الماب صعب. فشو ما يعطونا قبل قم 3 دول نستفيد منهم. فخلنا نشوف. والله نظام العلكات هي احلى من بلاك اوبس 4. اوه اوكي، معك سامو وما ادري شو الاثنين الباقيين نسيتهم. الحين نحطهم العلكات هيك، ما ادري شكلها وكل شيء احلى من الالكسر تبع بلاك اوبس 4. اوكي، مشكله الكوستوم ماب ما فيهم لودينج سكرين او ما فيهم صوره او شيء، بس هيك شاشه سوداء. احيانا الواحد يفكر انه اللعبه علقت او شيء، نفس حاليا انتم شايفين الشاشه. هلا والله بالباص، هلا هلا. واو، اي اي، اللافا، نسيت اللافا، نسيت اللافا. ماب رهيب، الماب رهيب شكله والله. الجرافيك رهيب، البي سي ما شاء الله عليه دقة جميلة. بس ابي اغير التحكم بالار 2 والار 1 والار 2، يمديني ولا لا؟ جيم باد هيك، اظن في شيء اسمه فليبت 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 ديفولت. لا اوكي، هون فليبت، ايوه هون فليبت، ايوه تمام. اوكي الباص، اوكي الكتريك شيري بالباص. وشو اوكي بيرك جديد صاحب الماب مخترعه، يعطيك ماكس امو. اوكي التطوير، طيب طيب طيب، في كتير اشياء. هالماب مبين صغير بس مليان اشياء. اللافا اللافا يا اخي، تذكرت داون كان غثنا من ورا اللافا. هالصوت كان يطلع بنيوك تاون، يطلع بنيوك تاون صوت الجرس المخيف. ها واو اوكي، لازم نعلي البرايتنس شوي، الماب مظلم بزيادة. رافيك برايتنس، ايوه ادحها شوي. اوكي احسن. باور باور بي اتش دي فلابر، بي اتش دي فلابر. بس كيف بي اتش دي فلابر؟ هون عنا سلايد صح؟ الحين بنشوف. والله في في كثير اشياء، لازم اجمع فلوس قدر الامكان. اوكي اول شيء اشرب كويك ريفايف. كويك ريفايف نفسه مولع. لو الكوستوم ماب بس نضاف على البلاي ستيشن والله كان متعة مو طبيعية. بس مشكلة الكوستوم ماب محصور على البي سي. اوكي هوز هو؟ هوز هو؟ محتار شو اش. صوت سامانثا، صوت سامانثا يخوف. ويدوز واين. واو ابي اطلع، والله اصواتهم تخوف. بابا ما ابي. ايوه بس شوف شوف، في اسلحه جديده كمان.
يوريجان مارك 2 في جليل في ثندر جن في الويف جن وطلع لي هالمسدس. اوكي شكرا. لو يحطوا الكوستم ماب على الكونسول نفس جي تي اي، جي تي اي اذا الكوستم ماب تلعبها على بيصمموها الناس على البي سي بعدين تفوت على حسابك الماي كلاب وتضيفها على الكونسول، ما ادري كيف بس مضبطينها. راح نحاول نشتري كل شيء بهالماب، نطلع كل شيء وبعدها نشوف يا يعني نكمل يا لا، بس يعني مبين انه صعب الصراحه. انا حاليا نحن باول راوندات بس لو من خلاص عرفت انه هذا بيتك. This is my house. اي قطعة كانها صح؟ لا مو قطعة ما اقدر اخذها. apart part part part. اوكي اخذنا قطعة. لا لا الايد عندي فصلت. لا يا الايد يا الايد لا تفصلي ارجوكي. قاعد شابك ايد بلاي ستيشن، شابك ايد بلاي ستيشن على البي سي ولو فصل السلك فجأة تخرف. اوكي البوكس مرة ثانية. شو البركات اللي اشربها؟ والله محتار. جقر وبعدين في بركين في ال شو اسمه؟ كاني شفت الويندر ووف. ايوه نحتاج دبل بوينتس، نحتاج دبل بوينتس، نحتاج فلوس. رغم الراوند يا اخ والله يا ريت في كوستم ماب على البلاي ستيشن. مو انا اقدر العب على البي سي اي وقت بس اصحابي كلهم على البلاي ستيشن، يعني شو بضل العب لحالي دائما. طيب بشرب جقر او نبي نلاقي الجقر وين اول؟ طيب بشرب جقر. والله يا جقر نسينا لايامك، نحتاجك. افتح البوكس مرة ثانية. لحظة تعبان انا بالبوكس. اسلحة جديدة بيجربها. يعطونا ميزة سوينا كراوتش. ديث ماشين. ما في بلاك اوبس 4 ديث ماشين صح؟ ما في. لان سبيشالست. اوكي ابي اي شيء يطلع لي فلوس. شوت جن ما يطلع فلوس. حلو حلو. شو هاد؟ حلو والله 4A1. ها سلاح ما كان موجود في بلاك اوف 3 اصلا. دبل تاب. اوه قطعه شيلد. بسم الله مين اللي قاعد يتكلم معنا؟ انا مالي خاص معك. كانها بنك، كانها بنك. والله المكان محروق. وين هالمكان الاخير؟ اوه في بيرك تبع ما بيرد. وفي بيرك كمان سبيد كولا صح؟ شوي كان واضح وين اختفى. والله كان في بيرك هون. ايه ليك اوكي. الطفل يبكي ما لنا علاقة الحين اما تلاقيه اكيد. وين قطعة شيلد الاخيرة؟ ما في ماكينة قبل قام دورت. بسم الله. هاي 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 مين مينها؟ بروتوس طبعا مو بديت صح؟ وينه طيب؟ بس سمعت صوته بس. اكيد وراي صح؟ وراي. والله الماب صعب، والله الماب صعب. بس صوته ما في. وينه؟ قاعد يقرب. اي لا لا تك البوكس، لا تك البوكس. الله يلعنك. انا يلا يلا قاعد اعاني بالفلوس. اوه مات. لا
لا لا لا شاربة خلاص ما ادري. ديث ماشين ارجوكم اعطوني سلاح وندر وولف، ابي وندر وولف او ثندر جان. اوكي او جليل يعني كويس. اللي قهرني ببلاك اوبس 4 انه في جليل بال بلاك اوت صح؟ بلاك اوت فيها جليل بس ما في بالزومبي. في شباب ما فتحناه لسه. نبي قطعة شيلد. دور على قطعة. اوه شو هاد؟ ميول كيك. والله ما في ولا بيرك الا محطينه ما شاء الله. او محاطة شخص اللي مسوي الماب اظن. قطعة الشيلد هون اخذنا واحدة واليسار اخذنا واحدة. المفروض هون في واحدة. المفروض بهالغرفة يعني. ايوه في قطعة بارت بارت اخذتها. اوكي الحين وين نركب؟ لافا تذكرت اللافا كيف يقهر من ايام اظن هون من ايام تاون ترانزيت. لافا اللي هي النار على الارض. اي 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 ما عندنا بيرك الحفاه هون. امسك الشيلد وامشي فيه. شيلد الشيلد هون كيف كان؟ نسيت الشيلد كيف كان؟ سهل تحت صح؟ اي والله متعود على بلاك اوبس 4. دبل بوينتس والله نحتاج دبل بوينتس. اي والله نحتاج. بسرعة استغل دبل بوينتس الراوند اللي بعده. اوكي اسلحة جديدة وكمان حلو كوستم ماب هيك اللي يعملوا المابات هم يعملوا لك اسلحة جديدة يتفننوا. بي اتش دي فلابر. اوه في نطلع فوق الباص. اوكي يعني الزومبي يجوني من جهة واحدة بس صح؟ من هون المفروض. والله مكان تحبيس خرافي. ليه كلهم من هون ما حدا يطلع من وراي. اي مجرب يمديني اشرب كمان بيرك ولا لا؟ را اذا في كمان بيرك بشرب سويت كولا. طيب نحاول نشرب بيرك سبيد كولا ان شاء الله يخلونا خمس بركات. اخر مره لما لعبت بارد كان يسمحوا لنا خمس بركات. اي والله تمام. اوكي اوكي ريجن مارك 3. والله اشتقت لك والله اشتقت للسلاح والله اشتقت للسلاح. واو لا لا يا الايد لا الايد مو وقتك. اوكي لو يمديني اشرب كمان بيرك لو يمديني يكون صاحب الماب رهيب اشرب ميول كيك. لا ما ميول كيك كان فوق. انا ابي اخذ كمان اسلحه. لا دبل بوينتس معك بوم بسرعه. هاتوا 800 هاتوا ولا اعطوني اياها ارجوكم اعطوني. حلو ايوه ايوه اوكي خلينا نعمل سلايد. في نار يطلع من تحتنا؟ لا ما في ليش؟ شكله بي اتش دي فلابر بس انه ما اتاثر من المتفجرات. اوكي حرقنا البوكس. نبي نطور نستعمل السلاح لان نبي فلوس. والله ندري زيور هاوس بس شوي بنمر سريع وبنطلع. اصبر علينا شوي. لا الايد. اوكي
كبوم وين بوكس؟ والله يا شباب اقسم بالله I'm having so much fun. بالعربي اني مستمتع للغاية. لا تقول لا تقول ها سلاح من كول اوف ديوتي جوست كان من احلى الاسلحة. يا رباه والله شوي بقول اني مستمتع اكثر من بلاك اوبس فور زومبي. ابي يطلع لي سلاح يطلع لي سلاح وندر اوبن ثاني بجرب لو ما هذا ببادر رقم مارك 3 ابي اجرب البقيه لانه اوه هم بلاك اوبس 1 تعسر راح تعبان بس يعني اي والله كان سلاح تعبان في ليتل ارني بي بي اس اتش وهذا من بلاك اوبس 2 اظن ايه اذا فيني مدينة اشرب كمان بيرك بشرب الفالكري فالكري كان اسمه فولتشر ايد والله مدينة اشرب كل البركات اوكي صار جلتش خلاص يا طوكيو عرف انك متوجع اوكي لا حد يشرب هذاك البيرك لانه يخرب لك الماب الفالشري خرب لي الماب والله طيب من بدل ريغان مارك 3 انا اسف يا ريغان نبي نجرب غيرك هلا والله في ام بي ايوه بوقته اوه شو ها؟ ايفن انا ما كان جيبي بلاك اوف 3 صح؟ بلاك اوف 2 لا لا ابي دخان لا هي هي شو السلاح؟ شو هاد؟ من اسلحة البلاك ماركت تبع بلاك اوبس 3 ار بي جي من اسمه واضح هذا السلاح شكله رهيب والله اوكي اوف اي كي 74 يو حلو نبي وندر وولف او ثندر جن او ريغان مارك 2 او ريغان مارك 2 ايوه او ريغان مارك 2 ام بي 5 والله تحت بلاك اوبس 2 كلها هون دبدوب صح؟ اي دبدوب ريغان يعتبر وندر اوبن؟ لا المفروض لا صح؟ كأنه الريغان فاير ريد فيه
كأنه تو ماتش شوي فريت فيه عالي جدا عالي جدا قوي والله بس الامو كمان قاعد يطير ما لسه ما لقيت امها هاي اللي قاعدة تبكي فتحت البوكس من ورا انا هلا والله ايوه هالي نبيه السلاح رهيب نجمع مجموعة هالدخان انه في الزومبي ها لو ذبحته بيطلع من وراء شو اسمه بيطلع منه دخان نشوف مفعوله اوكي مفعوله بلاك اوبس 3 مو مفعوله بلاك اوبس 2 للاسف او بلاك اوبس 1 او وورد ات وور كان او بي ببلاك اوبس 3 ضعفوه والله قوي بس يعني نطور الحين نشوف بعد التطوير كيف بيصير صوته رهيب صوته كيف بيصير لونه لا بموت من النار اوكي هوز هو لا اول شي باخذ الويندر وولف بسرعة قوم راح من الوندر وولف صح؟ يا الله لا ما فرحت فيه حرام خلاص اوكي شباب راح نوقف هون ماب شكله جدا رهيب والله اذا تبوني العب كمان كوستم ماب على بين ما تنزل الحزمة القادمة لبلاك اوبس 4 او شيء خليني اعرف بالكومنت تبوني بنهاية الفيديو لا تنسوا تتابعوا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت شو رايكم على الماب بس كان معكم شركيال وشركة كيش في فيديوهات تانية ان شاء الله مع السلامة